الجيش العراقي يعتبر الركيزة الأولى وذراع العراق الأيمن، ذراع العراق باعتبار الجيش العراقي هو الماسك، هو ماسك الأرض بكل محافظات العراق والحدودية. والجيش العراقي يعني قاعد نشوف على منصات التواصل الاجتماعي وعلى شيء قاعد يقدم خدمات للمواطن عجيبة غريبة، أنه عنده إنسانية إلى أبعد الحدود. مناطقنا بالموصل يعني المراكز كلها استلموها وأمنوها إن شاء الله، والله يبارك بيهم ويحفظهم ويحفظ العراق من شمال لجنوبه كافة أطيافه، ويسلم الجيش العراقي إن شاء الله. والله الجيش العراقي ما شاء الله أبطال وكلش متعاونين، وإحنا هنا جينا يومين صارنا ببغداد، طبعا جينا من غير يعني من محافظة دهوك، وإحنا هنا يومين نشوف الجيش العراقي تعامله كل الزين ويا المواطنين وماشي الأمور، ونشوفهم متآلفين يعني ويا المواطنين، يعني نشوف المحبة بين العلاقة كلش حلوة يعني. والله الجيش العراقي له كل الدور بحماية المواطنين، وقدم تضحيات وقدم هواي بتحرير العراق، بتحرير المدن. إن شاء الله الجيش مستعد بحماية الانتخابات وبحماية العراق إن شاء الله كله. جيش عراقي قوي، وإن شاء الله إحنا قادرين على حماية بلدنا من أي اعتداء خارجي. احنا نعول عليهم ويا 12 ساعه او 8 ساعات، يعني اللي قاتل بالجبهه ويحفظ حمايه الحدود ويحمي شرف العراقيين ما يقدر يحافظ عليها 12 ساعه؟ ابطال ذولا وقتها وقدود. هو المواطن يحس بالامن لما يشوف الجيش العراقي، فمن يشوف الجيش العراقي بجنبه يشوفه بالشارع منتشر، يشوفه على الجبهه منتشر، يشوفه حفظ الامن، فاكيد صلات مباشره بيناتهم.